هنا في الاستوديو ينضم إلينا السيد محمد أبو عساكر، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. أهلا بك أستاذ أبو عساكر في حدث اليوم. الحقيقة نحن أمام تسرب بشري وإنساني هائل. في كلام أنه يمكن تكون النسبة الأكبر، يعني بانتظار نهاية 2013 ربما نكون أمام النسب الأكبر، حتى يعني أكثر من النسب اللي كانت بالعراق أو اللي قبلها بأفغانستان وربما بدول أخرى أفريقيا وغيرها. هل هذا صحيح؟ وماذا يعني إذا استمرينا بنفس النسبة بنفس الوتيرة؟ يعني للأسف الشديد التقرير الذي صدر اليوم بمناسبة اليوم العالمي للاجئ العالمي يشير إلى أرقام غير مسبوقة لم نشهدها من أكثر من 20 عاما. 55% من اللاجئين حول العالم في العام 2012 كان نتيجة الحروب والصراعات المسلحة. تتصدرها 5 دول، 4 دول منها عربية، يعني الصومال، السودان، العراق وسوريا. المفارقة أن يعني عدد اللاجئين الذين سجلوا لدى المفوضية في العام 2012 1,100,000. هذا العدد يساوي نفس عدد اللاجئين الذين سجلوا خلال العام الحالي، خلال فقط 6 شهور الأولى من اللاجئين السوريين وحدهم. ما فينا حتى نقول يمكن 6 شهور، يمكن لنهاية الشهر السادس حتى نعرف الرقم. نعم، فقط ل6 شهور. يعني يعني نحن نتحدث عن مشرد سوري كل 14 ثانية. هيدا خارج سوريا، يعني داخل وخارج سوريا، يعني كل 14 ثانية في إنسان سوري بحاجة إلى مساعدة إنسانية، مقارنة بعدد اللاجئين حول العالم أن هناك لاجئ كل 4 ثواني. هذه أرقام مهولة، يعني الأطفال هم كذلك ضحايا لهذا النزاعات المسلحة الذين يشكلون النصف تقريبا من اللاجئين. في العام الماضي تلقينا 21,000 طلب من أطفال دون السنة 18 بدون والديهم، وهذا هو الرقم الأكبر بتاريخ المفوضية. شعارنا في هذا العام في اليوم العالمي اللاجئ العالمي أسرة واحدة، لذلك دعونا نتحدث بعيدا عن لغة الأرقام. اللاجئون هم أناس، هم أمهات، هم أطفال، هم آباء أجبروا على اللجوء وتركوا ديارهم بحثا عن الأمان. نتمنى أن يعود الحال بالأمن والأمان ليعودوا إلى بلادهم سالمين. طيب، في كلام أيضا صدر قبل أسابيع قليلة أنه إذا استمرت الوتيرة بهذا الشكل في سوريا وحدها ربما نكون أمام نصف الشعب السوري بين مشرد أو لاجئ مع نهاية هذا العام. هذا الكلام صحيح. نحن الآن نقدم مساعدات إنسانية إلى ثلث الشعب السوري، سواء كان نازحين داخل سوريا أو لاجئين خارج سوريا. لدى المفوضية 1,600,000 لاجئ مسجل خارج سوريا في دول الجوار. في داخل سوريا تقديرات الأمم المتحدة 3 ملايين، يمكن تشير 4.25 مليون من هم بحاجة لمساعدات إنسانية. يعني عندنا 6 ملايين رسميا مسجلين. نعم. بين بحاجة الخارج والداخل. نعم، بنهاية العام نتوقع أن يصل عدد اللاجئين خارج سوريا إلى ما يزيد عن 3.5 مليون لاجئ، وهذا هو مؤشر خطير جدا ورقم غير مسبوق بالنسبة لكارثة إنسانية تعتبر الأكبر في التاريخ. طيب، هل تبقى كمان يعني نفس الدول اللي هلأ عم تستقبلهم اللي أصلاً تأن بالأعداد تبقى هي نفسها اللي بدها تستقبل الجدد؟ إن شاء الله ما بيكون في جدد، يعني مع أنه تمني بعيد. نأمل ذلك، نأمل ألا يكون مزيد من اللاجئين الذين هم بحاجة، لكن نحن ندرك الحجم الكبير، الضغط الكبير على الدول المضيفة في دول الجوار. يعني السيد أنطونيو غوتيريس المفوض العام، المفوض السامي، موجود في لبنان وفي الأردن، وهذا وجوده في المنطقة في يوم اللاجئ العالمي هو بمثابة تحية وتقدير للحكومات في الدول المجاورة في إبقاء حدودها مفتوحة لاستقبال اللاجئين السوريين رغم الظروف الصعبة التي تواجه هذه الدول. نحن نتحدث عن دول تعاني من أزمات اقتصادية، نحن نتحدث عن لبنان، هناك أزمات سياسية أضافت إليها الأزمة السورية. هناك ما يقارب من 20% من عدد سكان لبنان أصبحوا سوريين. نتحدث عن لا يوجد مكان في لبنان لا يوجد فيه سوري. أصلاً البلد ضيق على أهله بالمساحة. يعني الأردن على سبيل المثال، الأردن يعاني من أزمات في الموارد الطبيعية كذلك، يعني أزمة مياه، يعني شح المياه نحن نرسل يومياً
3.5 مليون لتر مية يومين إلى مخيم الزعتر وحده، وبالكاد بتكفي أكيد. يعني إذا بدنا نحكي بهذا الموضوع بيتخصص له أيام حقيقة، لأنه هيدا أنا بفكر هو النزف الأهم لكل اللي عم يصير. شكرا جزيلا استاذ محمد ابو عساكر المتحدث باسم المفوضيه مفوضيه الامم المتحده لشؤون اللاجئين، ضيفنا هنا. اشكرك مجددا. شكرا.